مرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا الحوار التاريخي الشيق مع الدكتور جلالي العدناني حول تاريخ مغربية الصحراء. نذكر هذه السلسلة من اللقاءات في البرنامج الجديد الصحراء المغربية، تاريخ حاضر ومستقبل، واللي كنجو بشراكة مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. دكتور جلالي العدناني، مرحبا بك من جديد. نذكر بينما أنتم دكتور في التاريخ، أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الخامس بالرباط شعبة التاريخ، مدير مركز تاريخ الزمن الراهن، ومتخصص في التاريخ الديني والاجتماعي، وعندك مجموعة ديال الكتابات ذكرناها في الجزء الأول. جلالي العدناني، مرحبا بك وشكرك على تحمل عناء السفر من المغرب، واستدعيناك لأنه تصاحب الكتاب مهم جدا لو سحر على بخوف دو لا كولونيزاسيون. كنا توقفنا في الجزء الأول من هذا الحوار على الدور المهم ديال جول كومبون، شخصية استعمارية فرنسية اللي لعبت واحد الدور كبير، أو اللي كان عندها هو المشروع، صاحب المشروع ديال تقسيم المغرب باش هك الشمال ديالو على الجنوب ديالو، باش هكا الجزائر ما يسمى بالجزائر الفرنسية يتم ربطها سواء مباشرة للمحيط الأطلسي وبعد ذلك الى يعني افريقيا جنوب الصحراء، جنوب الصحراء المغربيه الى اخره. وانا اللي استفدت به ايضا في الحوار ديالنا الشيق ديال الجزء الاول انه الى ذكرت مزيان السنه وصح لي، قلت لي الى حدود 1963 يعني ما يسمى بالجزائر كانت غير الجزائر ديال الشمال. 62 يعني ملي كان الجزائر ديال انذاك حتى 62 كانت الجزائر هي ديال الشمال، قسنطينة، عنابة، الجزائر، وهران، وكل شيء المناطق الجنوبية كانت هذيك خاضعة للنفوذ المغربي، يعني بما فيها تقريبا بما فيها المناطق اللي فيها اللي اكتشفوا فيها البترول، ومن تماك غادي تغير السياسة الاستعمارية حيت اكتشفوا البترول غادي يتم إلحاق هذه المناطق إلى 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 ماشي خاضعة ماشي خاضعة للمغرب، ولكن ارتباط ارتباطها او تحكم، ولكن تحكم. ليس كل الجنوب كل الجنوب يعني كل مناطق غرب مدينه غلدايه، يعني حتى في غلدايه الكتابات حول مثلا يهود غلدايه حاليا وحول التاريخ ديال غلدايه تبين على ان ساكنه هذه المنطقه بانها اكثر ارتباط بالسلطان المغربي، والدليل على ذلك ان هذه المناطق الجنوبيه بما فيها غلدايه لم تتحرك مثلا في الحرب ديال التحرير الجزائريه. منطقه تندوف في استفتاء ديال 61 اللي دارته فرنسا على اساس واش نتوما يا جزائريين ولا بغيتوا تبقاو فرنساويين، الساكنه ديال تندوف قال لهم حنا مغاربه، حنا ما معنيينش بهذا البلاد، يعني كل الكيبات والتجاكنت اللي ساكنين تمايا ما وضير راهم العديد منهم مباشره بعد 56 التحقوا بالمغرب بما فيهم القائد تندوف القائد الصنهوري. طيب المساله بالخريطه هي مجالات التابعه للجزائر الفرنسيه، غير المناطق اللي جنوب غلدايه الى اخره كلها يعني تقريبا اكثر من نصف المجال الجغرافي الحالي ديال الجزائر فرنسا كانت تصنفها بانها تيريتوار دي سود هي اللي استعمرتها، وانها لم تكن تابعه، كانت دائما الجزائر تتخلي لها الحدود الشماليه يعني واحد 500 كيلومتر من غلدايه للشمال، وان المناطق ديال الجنوب لان فرنسا اللي استعمرتها، وان الاتراك او الجزائر كما استعمرتها فرنسا في 1830 تكون تمتد حتى الطوارق، يعني كل هذا المجال ما كانش كتمتد لهذا المجال، ما كانش كتمتد. و 1958 كان هناك المشروع ديال لو سي ار اس ديال لورغانيزاسيون دو كومون دي ريجيون صحاريان اللي
تشمل الجنوب الجزائري كامل بما فيها المناطق المغربية وشملات مناطق أخرى ديال تيندوف وفي اتجاه موريتانيا وفي اتجاه مالي اللي الشمال ديال مالي اللي دارت لها هذه المنطقة باش تخلقها لأن هي اللي فيها البترول والغاز والجنوب. شكون دار هذا المشروع؟ فرنسا دارت هذا المشروع. دارت هذا المشروع ونادت على المغرب باش يشارك فيه وباش تفاوض معاه من أجل الحدود ديال يعني الحدود ديال الحدود الشرقية يعني جنوب فيقيق حتى الـ حتى الـ حتى الـ الجنوب. وايضا هذا اعتراف من السلطات الاستعماريه بان المغرب عنده والاستغلال المشترك للحديد في كراج بيلات. يعني كان بامكان المغرب في 57 58 انه يسترجع العديد من المناطق. وكاين وثائق في الكتاب وثائق اخرى اللي كتقول ان الوثائق الخارجيه ولا ديال المينستير دو لانتيريور فرونسي ولا ديال وزاره القضايا الشؤون التونسيه ولا المغربيه اللي كتطالب اللي كانت كتطالب يعني بالتفاوض مع المغرب حتى بالنسبه للحدود اللي جنوب الساقيه الحمراء كما هو الشان في 1964. يعني جنوب الساقيه الحمراء شنو تاني بها؟ جنوب الساقيه الحمراء يعني بمناطق اللي كتشمل حتى في اتجاه واقليم ديال الواد الذهب. وان المغرب يمكن بامكانه ان ولكن المغرب رفض ويعني الجزائر كانت علاش رفض المغرب؟ لان الجزائر كانت منذ 1954 من بعد اجتماع ديال الصومام انطلقت الثوره الجزائريه والمغرب لم يعني قال بان الامر يكون مشرف للمغاربه اللي ساهموا في هذه الثوره ايضا بالسلاح والارواح انه ما يغدرش الاخوه الجزائري. ما بغاش تعتبر كانه التفاوض ديالو مع المستعمر الفرنسي وكانه يعني طعنه في ظهر المقاومه الجزائريه. نعم وان المساله ستحسم بعد استقلال الجزائر سندخل في مفاوضات وفعلا دخل المغاربه في مفاوضات مع الحكومه المؤقته الجزائريه في 61 وهناك اتفاق كان هناك اتفاق سري ما بين السلطان والملك محمد الخامس والحكومه المؤقته على اساس انهم ما يقابلوناش بالحدود الموروثه على الاستعمار. يعني من اجل ان نسترجع المناطق المغربيه اللي كيعرفوها بانها مغربيه. وكان اتفاق من طرف الحكومه المؤقته الجزائريه؟ نعم. شكون اللي كان انذاك ماشي بن بلا لا؟ كاين بن بلا من بعد كاين واحد المجموعه من القيادات التي ازيحت لا اتذكرها بالاسم هي اللي مضات هذا. والارشيف الفرنسي دابا الجديد كيقول على ان حتى حرب الريم 1963 هي محاوله للتخلص من هذا الاتفاق السري وال يعني بغاو يوجدوا السبه انا يوجدوا السبه للتخلص من هذا يعني هذه مهمه بزاف يعني ودابا كنتكلموا على التاريخ وشي حوايج اللي ما كنعرفوهمش وخصنا نعرفوهم انه يعني مباشره مع يعني المغرب كانت عنده فرصه انه يسترجع اراضي شاسعه يعني حتى الجنوب الجزائري اللي كانت اصلا تحت النفوذ ديال يعني النفوذ السلطاني. نذكر بانه في هذيك الوقيته من كنتكلموا 1800 1000 وبدايه 1900 الى اخره يعني الدوله كما كانت معروفه هي يعني عن طريق هذه البيعه والارتباط يعني الديني والروحي ويعني والسياسي ماشي ضروري يكون تماك العسكر باش تقولوا راها كانت الدوله ولا الحداده كما يجي توبوغراف دابا ويدير البورنيات عاد باش نعرفوا كاين الحداده. يعني عارفين بان هذيك تندوف فيها يعني النفوذ ديال السلطان وكان البيعه صافي هذيك الارض راها تبع المغرب تبع المغرب يعني النفوذ السلطان. يعني غنوليو مور الاستقلال ديال الجزائر يعني كان اتفاق بين المغرب والحكومه المؤقته مع فرحات عباس الى اخره بعض الوطنيين الجزائريين باش انهم يتفاوضوا على الحدود ماشي الموروثه على الاستعمار باش ينصفوا المغرب. نعم. وكاين قبول من طرف الجزائر. نعم. ومين غادي تجي من بعد قياده جديده اللي من بعد راه تراجعت ولكن القياده الجديده بما فيها بومدين الى اخره غادي تراجعوا على هذا الاتفاق التاريخي اللي كان اول اتفاق بين المغرب والحكومه المؤقته. وقلت بان حتى حرب الرمال يعني بحال كان جبروها بحال اللي سبه بومدين واخرون باش يتراجعوا على القرار اللي مضاوها مع المغرب. كنظن ان مع مرور الوقت المغرب احيانا كتضيع عليه بعض الامور ولكن كنربحوا امور اخرى. مثلا انه مثلا في هاد 2016 17 تم الافراج على مجموعه من الوثائق اللي كتبين على ان الذي هاجم الذي كان البادئ
في حرب الرمال هو الجزائر 63 واللي كان غير منسجم مع ذاته بالنسبة مع الحكومة المؤقتة هو القيادات العسكرية وعلى رأسها بومدين، لأن في 61 هناك وثيقة يمكن الأخ نشوفوا لاغيجي لا يدوز لنا هذه الوثيقة احنا وجناها هذه وشنو هذه علاش مهمة بالنسبة لكم؟ هذه الوثيقة هذه اللي كي دات 2 سبتمبر 62 فين تلقيت هذه الوثيقة؟ هذه الوثائق من كنظن من الأرشيف ديال لاكورنوف هذه لا هذه من الأرشيف ديال وزارة الخارجية من سفارة المغرب بالرباط وزارة الخارجية الفرنسية السفير المغربي لوس في الرباط اللي كيتكلم في 20 سبتمبر 1962 على الساعة 9:20 دقيقة بأنه اليوتنو دو لارمي دو ليبراسيون ناسيونال الجيريان سي بريزونتي لو 16 سبتمبر à la tête d'une patrouille motorisée au chef de poste espagnol de المحبس dans la Ségir الحمراء. شنو هو الغرض من هذا الضابط ديال جبهه التحرير الوطني الجزائري شنو الهدف ديالو؟ تينسق مع الجيش الاسباني على اساس انه يمنع كل تقدم للمغاربه في اتجاه الجنوب. سبحان الله، دونك هادو يعني اللي المغرب كان مساندهم باش ياخذوا الاستقلال ديالهم، يعني خذوا الاستقلال ومشات يعني هذا الضابط ديال جبهه التحرير الوطني، هذه يعني شهاده ديال السفير الفرنسي. ووثائق اخرى مشى يعني غير نذكر مشى ينسق مع الجيش الاسباني قال لهم كيفاش نخدموا بجميع باش نمنعوا المغاربه يهبطوا للجنوب في اتجاه الجنوب. سبحان الله، تبادل الارقام السريه ديال الكومينيكاسيون. هادشي كان رجعوا الوثيقه عفاكم، يعني شنو كيقترع عليهم هذا الضابط ديال جبهه التحرير الوطني افلا؟ انهم يتبادلوا الارقام السريه ديال التواصل اللاسلكي باش يعطيو المعلومات لبعضياتهم حول تحركات المغاربه. هذه قبل حرب الرمال بسنه. قبل كانوا يهيئوا. وحتى 1961 هناك وثائق اخرى ان في 61 وهما مازال في حرب التحرير ومغاربه مساندينهم وهم ينسقون مع الجيش الاسباني في الجنوب على اساس انه ما يحصلش تقدم للمغاربه في اتجاه يعني واخا هكا زعما باش نكونوا شويه يعني كانوا كيديروا السياسه انا باش نبقاو في التاريخ يعني ماشي باش دابا نتجردوا ما احنا مع الصحراء يعني كانوا بعض القيادات ديال جبهه التحرير الوطني ولا الجزائريه يعني حتى هما كان عندهم تصور ديال الهيمني يعني هذه السياسه باغيين يعني كيفكروا فيما بعد الاستقلال كيفاش ماشي غير يستقل الجزائر ولكن ياخذوا حتى الاراضي ديال الجيران ويقويوا هذيك الجزائر ديال ما بعد الاستقلال. هما كانوا واعيين بهذه المساله ديال لا دخلنا في مفاوضات مع المغاربه راه كل ما ورد في الوثائق ديال الارشيف الفرنسي ما ورد في كتاب ديال مارتان 4 سيكل ديستواغ ماروكان اللي ما تنشرش من 1900 وهو محبوس حتى 1924. لان قالوا لي انت جبت لنا كاع البيعات والوثائق اللي كتثبت الوجود الشريفي في هذا الجنوب ديال المناطق ديال تواتي ديكلت تيندوف وما وراءه وتم حبسه. المساله الثانيه وهو ان الجزائر الى يومنا هذا فهي تدرس التاريخ ديال الحركه الوطنيه وتاريخ الامير عبد القادر ولا تدرس تاريخ المناطق الجنوبيه مثلا او تاريخ الجزائري في القرن 19 مثلا. يعني ما كاينش تاريخ ديال الجنوب ممنوع لان ما عندهمش تاريخ. لا لانهم كل يعني لا ما كاينش تاريخ جزائري في المنطقه أو طالب جزائري سيكتشف بان هذه المنطقه هذه مهمه فيها وجود غادي نركز عليها غير باش نفهم مزيان وشنو كتمنع يعني التدريس؟ كاين التدريس ديال تاريخ الحركه الوطنيه يعني الجزائر الى يومنا هذا لا زالت يعني تتقوقع في التاريخ ديال الحركه الوطنيه ديال الاف ال ان ولا يمكن يعني بالمساله ديال التخوين او مساله ديال التجريم بالنسبه للحرب وبالنسبه لما قامت به فرنسا ولا ترجع مثلا الى او حتى احيانا يتحدثون عن تخوين المغاربه فيما يقع بالنسبه ما وقع للامير عبد القادر مع ان المغرب يعني بسبب هزيمه بسبب مسانده الامير عبد القادر جاءت هزيمه اسلي وهزيمه اسلي نتجت عنها معاهده لالا مغنيه وجيل كامبون الذي تحدثت عنه في مقيم العام الفرنسي في الجزائر الكتاب كتب كتابا نشره في الجزائر نشره في الجزائر وخا ولا سفير في 1918
يعني بالحظ il se réjouit بان معاهده المغنيه لم تشير الى واحات ديكلت وتواتو تندوف جنوبا ولهذا يعني تم ضمهم الى الجزائر بكل سهوله ونشط نشط لان المعاهده كتقول بان الحدود بيناتنا عند فيكيك وان ما وراء فيكيك فهو خلاء ما فيش الماء يعني ما فيش حتى السكان وبذلك اعتبر بان هذا كان يسهل الاستعمار الجزائري لهذه المناطق نعم وهذا هو المسألة الوغ هما جايين على لي غاي ديال لا ماروكانيتي بها باش حتلوا تندوف بها باش داروا ديك الخريطه باش نرجعوا للخريطه ديال الطرفايه لان بالنسبه لجيل كومبون هو لي تيوريسيان هو المنظر ديال هذه الفكره ان المغاربه يحبسوا عن الطرفايه باش معمهم يطالبوا بالمناطق اللي في الجنوب خاصه في الجنوب يعني الجزائر حاليا وباش تكون الجزائر منفذ هما تيقول بان خاصها منفذ الطبيعي ديالها هو المحيط الاطلسي لان بداوا خاصه في الاربعينات والخمسينات كيكتشفوا المعادن على الحدود والى اخره وبالتالي خاص منفذ والى يومنا هذا المشكل مطروح. اذا باش نرجعوا يعني الجزائر كتقري تاريخ الحركه الوطنيه الى اخره ديالهم بطبيعه الحال ما كيتكلموش على التاريخ ديال المناطق الجنوبيه ديالهم لان غادي يكتشفوا الى تكلموا عليه بانه عنده علاقه وارتباط وثيق يعني بالمغرب يعني عكس المغرب من بدي يهضر لك من الاداء قبل بالادارسه هو جباد يعني بالويندال والروما والبيزنطيين والادارسه ومارينيه المرابطين والطاسيين هما ما عندهمش هذا الشيء في هذا خاصه في المناطق الجنوبيه يعني التاريخ ديالهم في الشمال شمالي شمالي يعني حتى الاتراك يعني عين ماضي فين ظهرت طريقه تيجانيه كانت غالبا ما كتخضع للسلطان المغربي يعني يعني لوريجيناليتي ديال الكتاب ديالكم وانا كنكتشف معكم دكتور جليلي عدناني يعني وهذه مقاربه مهمه تكلمنا عليها قبيله حنا دابا ملي كنتكلموا على ولكن ما غاديش ننتقدوا نقول يمكن خطا دبلوماسي ولا استراتيجي ولينا بحال اللي حنايا يعني اغنياء بالتاريخ ديالنا وبالتراث ديالنا ويعني وبالوثائق اللي كاينه حاليا وبالحق ديالنا وليو باش نهضروا يعني على التاريخ ديال المنطقه ديالنا في الشموليه ديالو تقوقعنا الى درجه ولينا نهضروا من تكلموا على المغرب الصحراء تكون العيون الداخله الطرفيه يعني ولينا تقوقعنا في حين انتم بالكتاب ديالكم قبيله ما هضرتناش كاع على العيون والداخله انت كتكلم يعني كتعطي الشرعيه لهذه المناطق بالشرعيه ديال مغربيه مناطق اللي بعيده اصلا يعني هذا هو المنطق اللي خصنا نشوفه خصنا نشوفه يعني هذا هو العين ديال المؤرخ للاسف اللي غايبه علينا بزاف لان ولينا كنهضروا غير في السياسه والدبلوماسيه وبعض الاحيان حتى الدبلوماسيين يعني ما نظنش بان ما كلش الدبلوماسيين كيقراوا وكيبحثوا هذا دور المؤرخين ولكن خص من بعد هذيك لاكوغوا يعني كيفاش الدراسه ديال المؤرخ تفولغاريزا وتولي السياسيه وتستعملها في الدبلوماسيه وهذا الشيء اللي كان في هذا الكتاب ويمكن كتب ديال ناس اخرين في المغرب ولكن خصنا نعرفوهم دابا احنا تجاوزنا الصحراء هذه الصحراء اللي كنعرفوها دابا لو تجاوزنا تندوف مشينا مناطق اخرى وبالوثائق اللي كتثبت بان المغرب يعني ماشي غير الصحراء اللي مغربيه مناطق شاسعه اللي تم تكلمنا على الافلان هذه مباشره من بعد الاستقلال مشاو ينسقوا مع المستعمر الاسباني في استمرار المشروع الكولونيالي الفرنسي اللي كان في المنطقه يمكن لانهم هما كانوا عارفينه هذا هو يمكن لافونتاج اللي كان عندهم على المغاربه كانوا عارفين المشروع الاستيطاني للفرنسي وهما غير كملوه انهم عسكريين كان عندهم منطق ديال العسكريين هي نخب عسكريه فرنسيه ايضا ما نساوهاش كما قراو عند فرنسا وتربوا عند فرنسا تكوين فرنسي يعني عندهم مساله ديال الوعي بالهيمنه بالمجال وكاين مساله اخرى اللي نتكلموا عليها هو ان حتى هذا المفهوم ديال الصحراء الغربيه اللي كيخلع ما لا ينطبق على الصحراء يعني ما تسمى بالصحراء الاسبانيه او الصحراء المغربيه حاليا الصحراء الغربيه كانت جزء ديال الصحراء المغربيه اللي من وراء تندوف هذه الخرائط الاولى ثم بدات الخرائط الاولى كتكلم عن الصحراء الغربيه حتى السنغال بما فيها موريتانيا ثم بعد خلق موريتانيا تم حذف موريتانيا من هذه الصحراء المغربيه ولات كتشمل فقط المناطق ديال
ديال والذهب والشمال وخاصة الجنوب الجزائري هذه الصحراء الغربية. يعني هناك واحد النظام ديال الترحال في هذه الخريطة الجغرافية ديال هذه خريطة متحركة متحركة. واللي مهم في هذا الشيء هذا هو أن كيفاش فرنسا كتركب وكتستخدم لا ماروكانيتي وفي نفس الوقت كتقول لك هذا الشيء خلا ويجب ضمه لأن هي مشات بالمنطق ديال المستعمرة هي ضمت المستعمرة أغلب المناطق لأن المغرب كتقول غادي يستقل غادي يستقل دونك خصنا ناخذ منه لو ماكسيموم راه كاينه خريطة حتى الجزء تفيلال وعين الشعير وفي اتجاه أكادير كلها مناطق التي كانت يعني في المشروع ديال ضمها للجزائر. إذن إذا فهمت كاين جوج ديال الاستعمار الفرنسي. كاين الاستعمار الفرنسي اللي في الجزائر وكاين الاستعمار الفرنسي ولا الحماية الفرنسية اللي في المغرب. وعندهم جوج بهم واخا خاضعين لإدارة مركزية فرنسية في باريس ولكن جوج ديال دو فيزيون. دو فيزيون ديفيرونت إي أوبوزي. أوبوزي يعني متناقضين. المغرب راح ضحية هذا الصراع ما بين مصالح الخارجية الفرنسية التي كتبع عليها الحماية يعني المغرب وتونس ومصالح ديال المستعمرة التابعة مباشرة لوزارة المستعمرات أو بعد ذلك الوزارة الداخلية. هذه مهمة خص الناس يعرفوا لأن راه يمكن أول مرة كيسمعوها. في الكتاب جاءت مجموعة من التقارير والوثائق اللي يعطي وخا انه كان مقيم مقصر العام. مقيم العام اول مقيم عام في المغرب اللي كان مقصر في الموضوع تيدافع على مغربية الصحراء وان المغرب خصو يكون عنده نفوذ وعنده الصحراء ديالو على الاقل حتى ريو دو اورو والوثائق كاينه وثائق يعني في الكتاب اللي تثبت واكبر اطول يعني مقاله هناك هي للرحاله ولمدير معهد المعهد الأساسي للدراسات الإفريقية في داكار اللي هو العالم الشهير تيودور مونو. تيودور مونو هنا كما يزيد على 20 صفحة كلها وثائق وحجج تؤكد مغربية الصحراء يعني في 1958 كتبها في 1900 جمعها من مختلف الوثائق الأرشيفات والكتب. ذكرنا شكون هو تيودور مونو. تيودور مونو هو عالم كبير اللي كيعرفوه كاع الناس رحالة درس الصحراء ويعرف الصحراء وتجول فيها كيعرف كاع المناطق. اذا المقيم العام الفرنسي في الجزائر اللي كان تابع لوزاره المستعمرات هو باغي يقسم المغرب على جوج ويمشي للمحيط الاطلسي انطلاقا من الاقاليم الجنوبيه والمستعمرات ويهبط من بعد ما يوصل المحيط الاطلسي ياخذ الاقاليم الجنوبيه ويزيد يهبط موريتانيا نعم. السنغال الى اخره مالي نعم. وكاين تصور اخر ديال الحمايه ديال المقيم العام المغربي اللي تبع مديريه الحمايه ولا الخارجيه الفرنسيه يعني وزاره مستقله بحال لا غير دي كلون نعم. هادو كيقول لك لا حنايا حنا دخلنا الحمايه ديال المغرب الصحراء المغربيه خصها تبقى مغربيه وقع هذا الصراع هي صراع انتصر يعني سلطات مدنيه وعسكريه الحمايه من يعني وزاره خارجية. مدنيه والاخرين عسكريين وحتى العسكريين اللي كانوا تابعين للحمايه في المغرب كانوا كيخدموا بحال تخانكي راه خدام في القياده ديال اكادير ومشى لتندوف وضمها ولكن ضمها بنيه ان مستقبلا يخليها الجزائري يخليها الجزائري خطير هذا بحال جيل كومبو والاخ ديالو كانوا عسكريين حتى هما لا ما كانوا مدنيين ولكن زيتي بوغ لا كولوني تابعين المستعمر لان فرنسا كانت عندها واحد العقده ديال انها ضاعت لها لالزاس لوغين الخساره في لابخوس كان توجه نحو الامبراطوريه يعني الفرنسيه لا تخوازيام ريبوبليك اي تريتوار دي زوتر مير بغاو يزيدوا حتى الجزائر لدرجه ان الصحراء يعني الصحراء المغربيه غالبا كانت تشبه يعني على مستوى الحموله النفسيه بلالزاس لوغين وكلهم تيقول ما خصناش نفرطوا في هذه المنطقه سواء للحمايه او للجزائر ولكن نذكر دائما مع جيل كومبو راه هو اللي صنع ديك الخريطه هو اللي قال لهم ديروا ذاك لو تخي ديال طرفايا وهو اللي ناقش لانه من بعد غيمشي سفير لامريكا ومن بعد سفير بريطانيا هو صاحب اتفاقيه ما بين فرنسا والمانيا 1911 ومع خوه بول كومبون غادي يكون سفير ديال مدريد وهما اللي وقفوا على الاتفاقيات ديال 1904 11 12 يعني هذيك مع الاسم هما اللي صنعوا هذيك الخريطه
اش من خريطه؟ الخريطه ديال المغرب، الحدود الاستعماريه ديال ما يسمي بالصحراء الاسبانيه. يعني هما اللي صنعوها، هما اللي كانوا خدامين مين كانوا مين كانوا في الجزائر وتونس هو وخو، وحتى في السفارات، وحتى مين مشاو السفارة هما شافت لهم فرصه انهم حضروا المؤهدات واثروا على، هما اللي وقعوا باسم فرنسا، هما اللي نيغوسياو وبالتالي راه قسموا المغرب. نعم، المنظور ديال قضيه الصحراء انطلاقا من الجزائر هو اللي خصنا نشوفوه باش نشوفوه. فرنسا الان تعترف، هذه وجهه نظر مهمه، فرنسا الان تدافع تساند المغرب في قضيته. هذا المنظور ايضا تاكد لنا على ان المشروع الجزائري ما هو الا مشروع كولونيالي فرنسي، تعطات له واحد الاقنعه جديده اللي سميتها مساند حركه التحرر استقلال والى اخره، مع ان الهواي بومديان في السياسه ديالو وهو القضاء على النوماديزم وعلى لي نوماد، ومن بعد كاين هناك مسانده ديال الحركه انفصالية. إذن هذا التاريخ ديال هاد الناس ما كيقراوش هاد التاريخ ديال القرن 18 و19 و20 أو لا قبل، كيقراو فقط ديف بار فلاش، يعني المرابطين جاو من الجنوب، المغرب 75 76 تأسيس الجمهورية الوهمية، الجزائر كذلك، الأمير عبد القادر، حرب التحرير الجزائرية، تاريخ الأتراك شوية وصافي، هنا كتوقف الأمور التاريخية. دونك هما تيأمنوا بالجغرافيا، تيأمنوا بالجغرافيا، كينساو بأن قبائل الرقيبات في جزء كبير منها خاصة الشرق لا ما عندهاش مجالات في أو قليلا في الصحراء المغربية، يعني دائما هي في الجزائر في موريتانيا، لدرجة أن الأرشيف الكولونيالي كامل كيصنف الرقيبات إلى الشرق تابعين للجزائر والساحل تابعين لإسبانيا والموريتانيا. إذن شنو من خلال هذا الأرشيف، ولكن حنا في يعني في إطار الدفاع عن وحدة مجالية اللي ربما تكون مغربية أو لا مغاربية اللي هي الحل ديال ديال هذه المشكلة. إذن ما يمكنش نتكلموا على مغربية الصحراء بلا ما نتكلموا على يعني الأصل ديال كل شيء، وهي مغربية مناطق شاسعة اللي تجاوز الصحراء واللي تم الاقتطاع ديالها في إطار واحد المشروع استعماري ديال المستعمر الفرنسي بالجزائر، يعني نعم. هو اللي نظر لها وجه كومبون، نعم. هو راس الحربه، هو المنظر ديال هذا الانفصال او تقسيم المغرب. استاذ في هذه المساله، المحور ديال محور الشمال الجنوب اللي تكلمت عليه، ديال ان فرنسا كقوه ضاربه ما تمكنش ان تنزل من الجزائر العاصمه شمالا وفي اتجاه الطوارئ، يعني في خط عمودي، خاصها تمشي للمناطق ديال المحاور، وهذه المحاور كانت كلها تحت الهيمنه المغربيه. وانا خديت نموذج تندوف وانت جباد، خديت نموذج ديال الدراسات، دراسه ديال المستكشفين، وخديت المستكشفين اللي دازوا من هذا المحور ديال الشرق ولا اجانب المان او انجليز، اللي ما خضعش لسلطه السلطان المغربي وديال الطرق والزوايا الصوفيه، كلهم تم اغتيالهم الا الذين مروا من التراب المغربي في اتجاه تندوف أو في اتجاه السنغال أو في اتجاه موريتانيا الحالية، كلهم وصلوا إلى المكان المقصود. لماذا؟ لأن كلهم، وأثبته يعني بوثائق، كلهم كانوا مؤازرين من طرف السلطان ومن طرف الزوايا الصوفية في إطار نظام الزطاطة، عندهم رسالة سلطانية كتوصلوا فين ما بغا، كيوصلوا هاد الزطاط لهاد الزطاط هاد. وخديت النموذج ديال كاميدولز، هذا الذي افرج عنه الشيخ ماء العينين وقال لهم راه مسلم طلقوه الى اخره. دار مجموعه الرحلات في المغرب، التقى بماء العينين، شدوه ولاد ليم الى اخره، ولكن كتب، كان ينشر في مقالاته في باريس، ولكن لما مر خرج من النفوذ المغربي في التوات وزاد في اتجاه الطوارق تم اغتياله. اذا لماذا؟ معناه ان هاد التبعيه ديال هاد التراب ما كتتمش بمراكز ديال المراقبه العسكريه، كانت تتم بهاد العلاقات الروحيه والدينيه واللي هي ايضا علاقات سياسيه. كتسير الدول انذاك؟ حتى الاستعمار الذي يقول على ان هاد المناطق مثلا ليست تابعه للمغرب، كان في نفس الوقت يستعمل البيعه المغربيه والعلاقات المخزنيه اللي كاينه تمايا، ويعتمد لوائح القواد المعينين من طرف السلطان. علاش؟ باش يثبت الوجود ديالو ويشري السلم لهنا، وفي نفس الوقت يقول لك هادو ماشي مغربيه. سبحان الله. والاسبان ايضا،
اسبان ايضا داروا شو الدور اللي لعباته اسبانيا ما تكلمناش عليها بزاف اسبان ما تكلمناش عليها لان السؤال الذي يجب طرحه هل نحن امام مساله ديال تصفيه استعمار هذا السؤال انا ما طرحتوش ولكن انا طرحوه في 1900 بدءا من 1912 فرنسا ندمت على المشروع ديال تقسيم الصحراء مع اسبانيا لان باش عرفتها بينما ندمت ندمت لان من 1912 ما غتوقف ليها المقاومه حتى 1934 ولد المامون اللي هو ولد عبيدي اللي دار المقاومه في ادرار هذا ولد عم العينين دار المقاومه في ادرار بعد ذلك تيديرها في الشمال من بعد كيساند الامير محمد الخطابي وبعد ذلك يتم القبض عليه فيهرب في اتجاه الجنوب ويقوم بالمقاومه حتى 1934 اي تخباش اي تعطل قيبات وهذا انطلق من الاضرار اللي دابا تحت النفوذ الجزائري ولهذا اتحدث عن هذا المحور ديال شمال الجنوب لان تتحكم فيه الواحات المغربيه ديال الضرعة وديال الاقا وديال قلميم الى اخره واللي كتجاوب مع الواحات في اتجاه الجنوب ديال شنقيط واضرار ولم تتمكن فرنسا من القضاء على المقاومه الا بعد احتلال المغربي وبعد احتلال هاد الواحات ورغم ذلك بقى المشكل مطروح لهذا خلقت هاد القياده ديال التخوم وتركزت في اكادير لان كانت تضبط اذا هل نحن امام تصفيه استعمار ام لا؟ اظن انا بالنسبه لي فرنسا من طرحت المشكل مع اسبانيا قالوا لهم تعطيونا حق المتابعه يعني ان القبائل اللي كتهاجمنا في المجال الفرنسي وكتهرب لعندكم يعني المجال الفرنسي الجزائري لا الجزائري والمغربي اييه المجال الفرنسي الجزائري والمغربي أن نتبعه في المجال الذي تحكمه اسبانيا ولكن لا تحكمه لانها كانت فقط متمركزه في السواحل الاسبان قالوا يعني هذاك مشكل معكم مع ذوك القبائل حنا لا يمكن يعني فرنسا طالبت بتسليم هذه المناطق الى فرنسا وكون فرنسا تعطيها مناطق اخرى في افريقيا الغربيه او افريقيا الاستوائيه في المبغات ولكن تخليلها شنو كيدل هذا كيدل على ان فرنسا ما فهماتش الاهميه ديال هذا المحور شمال جنوب اللي كيمر من المغرب في اتجاه الجنوب وعلى ان المقاومه ايضا المغربيه والصحراويه كلها كانت تنطلق من الجنوب من طومبوكتو وكتمشي حتى عند اي تخباش وكتمشي حتى للشمال يعني حتى حركه الهبه ولا ماء العينين جاب ماء العينين يعني حتى لتادله وحتى لتيزنيت وحتى أولا ولد المامون كلهم كيمشيو مع هاد المحاور ثم مساله ثانيه باش نفهموا القارئ وهو ذاك يعني ان هاد القضيه الوطنيه خاصها واحد الكتيب صغير اللي نفسروا فيه للناس انه راه الا شديتوا واحد الخريطه ديال المغرب وقريتوها من الشمال حتى الجنوب غتلقاو ان كل القبائل الصحراويه اللي كاينه في الصحراء ان كلها متواجده في المغرب ولا تيدرايين ولا القيبات ولاد بوسبع اولاد كلها متواجده في الشمال وكلها عندها جماعات قرويه وعندها تقريبا مدن بحال سيدي قاسم او لا بحال سيدي المختار او لا بحال واحد مراكش وفي العادي وان الا طلعنا قرينا كتاب ديال جاك بيرغ لانتيريور دي مغرب او لا عفوا لي ستريكتور سوسيال ديال اطلس كنطلعوا للجبال يعني في 3000 2000 متر وكنلقاو قبائل صحراويه مستوطنه في الجبال شنو كيعني هذا؟ ولماذا لا نجد مثلا لماذا لا نجد ولاد بوسبع او ولاد القيبات رغم تواجدهم في تندوف ما كنلقاهمش في وهران او لا في الجزائر او لا في القسطنطينيه حنا الودايه راهم في موريتانيا او لا في الازاواد راهم كاينين في الودايه في العاصمه الرباط موجودين الودايه في مراكش والودايه ايضا في المنطقه ديال في الشمال طيب منطقه الشرارده والى اخره الا بغينا نلخصوا الكتاب ديالك السي العدناني وحنا قبلنا على نهايه هذه الحلقه شنو هما الخلاصات اللي خص المشاهد المتلقي يركز عليهم وتبقى له في الذهن او القيمه المضافه بصفه عامه ديال الكتاب ديالكم يمكن نشوفوا عاود الصفحه ديال الكتاب لو سارا لي بروف دو لا كولونيزاسيون نوفو ريغار سور لي كيستيون تيريتوريال وليت تنشر بمسانده لاجونس دو سود تفضل كنظن ان المغرب
دائما كان ظل مطالبا من 1830 من 1844 بعد إسلي إلى آخره مطالبا بإثبات بالإدلاء بوثائق تدل على وجوده. كان المغرب يدلي ببعض الوثائق ولكنها كانت مشتتة. الآن بحكم هذا النظام ديال الأرشيف وبحكم يعني الإفراج ديال فرنسا على هاد الوثائق ولات كلها موجودة وتم تجميعها وسيتم تجميع ما تبقى منها. إذا هاد الوثائق خاصها تقدم للناس باش ما يديروش واحد شي كارثة حول هاد الإشكال باش يفهموه. باش نقول لهم الوثائق اللي طالبتوا بها في 62 أو 63 65 72 81 83 ها هي الآن مجتمعة. دونك يجب إعادة النظر. ودونك هذا شكون اللي ياخذ هذا القرار هذا؟ كنظن أن القرار السياسي بامتياز؟ كنظن هذا كاين المؤرخين ديالنا بصفة يعني فردية كيقوموا بالواجب ديالهم. كاين إخوان اللي يعني قاموا بأعمال في هذا الصدد وكنظن أنه حان ولكن ما خصهاش تبقى شي حاجة كل واحد يعني فردية جزئية كل واحد يخدم على حدة يعني كاين مشروع ديال العمل الجماعي انه يدار باش تكون مقاربه قانونيه. هذه رساله للسياسيين المغاربه. انت قلت لي بان هذا الكتاب وزاره الخارجيه حتى هو خدات منه واحد العدد مهم ولكن وزاره الخارجيه المغربيه مزيان الدبلوماسيين ولكن ما نظنش يعني راه اكثر من 400 صفحه. شكون يعني ما خص كما قلت واحد الكتيب صغير اللي يفسر يعني طريقة سلسة. كان ترجمة بعد ديال الكتاب اللغات الأجنبية وأيضا العربية لأن هناك بعض الإخوة العرب اللي خصهم يقراوا بالعربية حول الموضوع. وكنظن خص واحد الكتيب اللي يكون صغير مركز اللي مثلا يفهم واحد في جوج سطور علاش حطينا خط في جنوب طرفايا وعلاش درنا ذاك الخط اللي ما بين هذا والتمييز ايضا بين المجالات ديال السقي الحمراء وديال لاجونس دو سود يعني مشكوره قامت بنشر هذا الكتاب مهم جدا ولكن مازال خص ترجمات خرائط يعني وثائق مهمه يعني الواحد يطلع عليها. التاريخ نقدر نقولوا التاريخ كاين صفنا دابا خلينا كان دائما منصف ولكن الان بالوثائق يعني كان التاريخ نبقاو نهضروا كنا ولكن بالوثائق والخرائط اللي متوفره بين يدينا واللي تم الافراج ديالها مؤخرا تنصفنا بما فيه الكفايه ولا مازال؟ كنظن التاريخ ينصفنا. الفرنسيون الان هم اللي عندهم اطلاع كبير على هاد الوثائق وكان عندهم اطلاع قبل ولكن اظن ماشي هم اللي يكتبوا كتابات يقولوا بون اون كومي سوسي اون في سولا. المتحدث ما غادي يعترف بالخطا ديالو ما غادي يعترف بطبيعه الحال ولكن كنظن راهم تيقوموا بمجهودات كبيره طيب لفائده القضيه. شكرا دكتور جلالي العدناني على المساهمه ديالك في هذا الجزء الثاني من البرنامج اللي خصناه الصحراء تاريخ حاضر ومستقبل. الصحراء المغربيه تاريخ حاضر ومستقبل. غادي يكونوا ضيوف اخرين اللي غادي يجيونا بالمغرب وضيوف يعني اللي بالطينه والقيمه ديال الدكتور جيلي العدناني. يمكن كلمه انا انت من المؤلف ديالك ماشي غير الصحراء كنت كتهتم ايضا بالشان الاجتماعي والديني. كتاب مهم لا موسكي دو باري اللي هو اللي النشر ديالو بمسانده مجلس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. مره اخرى وثائق صور الى اخره. في كلمه هاد المسجد واش ديال فرنسا ديال المغرب ولا ديال الجزائر؟ دائما كاين صراع في الجاليه كيقول واش ديال المغرب. الان اللي يمكن اللي كيشرف عليه هو الجزائر والله اعلم. نعم. الان السلطات الجزائريه اللي مشرفه عليه ولكن الاصل شكون اللي قام يعني بالتدشين ولا البناء ديال لان الزخرفه والاركتكتور المعمار مغربي. نعم. في كلمه في تقديم انا في كلمه على الكتوبه بجوج. واحد الشكر للسيد اللي قدم الكتاب. أيه؟ اللي هو السي الكتاب هذا ديال غريغوري لازاريف اللي قام بعمل جبار وحتى التقديم ديالو فهو يعني واحد الملخص جد شيق بالنسبه للقارئ. اما بالنسبه للكتاب ديال لا موسكي دو باري هذه وثائق تنتوفر عليها منذ سنوات في اطار يعني العمليه التنقيب اللي كنقوم بها وتحدثت مره حول الموضوع
فتم يعني الاتصال بي وقالوا لي بانه واش عندك هذا العمل موجود. قلت لهم بانه في طريق الانجاز وخصو عي شويه ديال الوقت ويتم الاستكمال. هذا العمل كيدخل في اطار هذا نفس المنطق وهو ان المسجد ديال باريز يتم تدشينه سنه 1926 من طرف السلطان مولاي يوسف. لماذا؟ يعني مولاي يوسف لماذا؟ لانه وضع تحت سلطته الروحيه، على اعتبار ان السلطان المغربي مره اخرى له نفوذ على مختلف خاصه في الجزائر وايضا في اتجاه افريقيا جنوب الصحراء. وايضا لان كانت هناك مشاريع ديال المساجد فاشله في باريس وايضا مسجد الهواط شيدته فرنسا، ولكن من طلبت من الناس يجيو يصلي ومشى لهم حتى واحد على انه على اساس انهم من بناء فقالوا انهم بناء فرنسا. نعم ما كاينش الشرعيه كما كنقولوا، ما كاينش الشرعيه بوغ كومبونسي لي ماغريبان اللي ماتوا في الحرب العالميه الاولى. كانت هذه الفكره اللي بدات في 1917، اول اجتماع تم في دار المخزن يعني في القصر في الرباط، والظاهر ديال 1917 اللي هو كي ديال مشروع تاسيس مسجد بباريس وفندقين بمكه والمدينه لفائده الحجاج المغاربه. طيب انا المشروع ايضا هو لا من حيث السمعه ولا من حيث الداخل، فالمدرسه البعنانيه أخذت كنموذج من طرف غادي نخليوها يمكن فرصة أخرى نديروا عليها برنامج خاص. كلمة في حق واحد الكتاب مثلا شفتو ديال التيجانية، وأنا مهتم يعني بالصوفيا والزوايا التيجانية أيضا تيجيني. هذا التيجانية أيضا من الطرق اللي ساهمت بشكل كبير في يعني في ما قبل الاستعمار وفي الفترة الكولونيالية أيضا. سبق لي قلت على أن التيجاني يحاول يستعملها الاستعمار ولكنه فشل، على اعتبار ان التيجانية ديال فاس هي التي تحكم في النفوذ التيجاني في افريقيا جنوب الصحراء. والان بخصوص موضوع يعني الكتب الثلاث مترابطه، الان بخصوص يعني معاكسة المغرب في اطار المشروع ديال الوحده الترابيه، فالجزائر تعتمد التيجانية لمحاصرة المغرب. وأشرت في كتاب ديال هذا كيف أن اعتمادا على وثائق جزائرية ودراسات جزائرية كيف أنه لمؤازرة الطرق من جديد تم تقريبا شراء بالمال أحد كبار التيجانية السنغالية الذي تم استخدامه يعني جثته في طائرة رئاسية ودفنه في عين ماضي. باش يعني تكون لهم الشرعيه. لا لتكون لهم الشرعيه ومحاولات ايضا يعني ضرب المشروع ديال الحج ديال مدينه فاس، لان كل السنغاليين ياتون الى مدينه فاس لزياره قبر الشيخ. وهذا المشروع فشل؟ المشروع الجزائري فشل ولا نجح؟ فشل لانهم دفنوه بالقرب من حفيد احمد تيجاني، اسمه احمد تيجاني عمار، هو زوج الفرنسيه اوغولي بيكار، واصبحوا يقولون للحجاج تعالوا هنا لان قبر التيجاني الحقيقي عندنا هنا في الجزائر، وان الشخصيه الكاريزماتيه والمؤسسه التيجانيه ليست تلك المدفونه بمدينه فاس. وهذا يبين يعني نوعا ما، ولكن الحمد لله الان يعني الانصاف يعني اللي بغى يكون موضوعي التاريخ يعني بجميع المجالات ديالو، التاريخ السياسي، التاريخ الحضاري، التاريخ الديني، التاريخ الروحي، يعني التاريخ الاقتصادي، العلاقات اللي كانت بين كلها تثبت بانه يعني ماشي غير الصحراء اللي كنتكلموا عليها دابا، يعني تجاوزنا العيون والداخله، يعني اقاليم وجهات يعني عريضه من الجنوب يعني من الجزائر وجبد يعني حتى الجنوب كاع اكثر من المغرب، كلها كانت تحت النفوذ المغربي، وكانت هنالك نيه مبيته من طرف المستعمر لتقسيم المغرب، وللاسف هذه النيه أو لهذا المشروع تم الاستحواذ ديالو من طرف يعني قيادات في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، واللي هي اللي استمرت في هذا الإشكال. واللي خصنا الآن أظن
نطالبوا بتنظيم ندوة دولية حول الموضوع إن شاء الله. هذه يمكن هذه رسالة ديال ندوة وندوات أخرى، وإن شاء الله عاود تكون عندنا لقاء مع أساتذة آخرين باش تكلموا يمكن على ما بعد 62 حتى المسيرة الخضراء، وكيفاش عاود الحلقة حول المسيرة الخضراء وحلقات ما بعد المسيرة الخضراء، لأن المشروع مازال ديال الوحدة مازال ما استكملش بصيغة نهائية للأسف للأسف للأسف. شكرا سي جلال العدناني، غادي نحاولوا شكرا فو ليبيغي باسكو عارف ما عندك لقاء مع طلبة المغاربة من مختلف الجامعات والمعاهد هنا في بلجيكا، اللي منظمين لك لقاء تحت إشراف سيد سفير جلالة الملك هنايا سي محمد عامر سفير المغرب ببروكسل. نخليك تمشي وكنشكروك. شكرا. عندك محاضرة باللغة الفرنسية؟ نعم. شكرا. أنا إخواني أخواتي نضرب لكم موعد آخر في حلقة أخرى من برنامج الصحراء المغربية، تاريخ حاضر ومستقبل. إلى ذلك الحين أقول لكم إلى اللقاء.